شيق الذي إن شاء الله تعالى نجيب فيه ونشرح فيه، نجيب ونشرح ما هو هكث الناس، آلية التسجيل، آلية تشكيل الفريق، آلية اختيار التحدي المناسب، الشروط والكثير من التفاصيل. وإن شاء الله تعالى تكون تجربة عملية وتجربة مثمرة إن شاء الله تعالى للمشاركين معنا أول مرة في الهاكاثون، وللمشاركين ثاني مرة إن شاء الله تعالى. نبتدي على بركة الله. أول أعرفكم باسمي، للي ما يعرفني، وهب بن سالم الحسيني من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، قائد فريق المشاركين. إن شاء الله تعالى نأهلكم ونساعدكم ونقدم لكم كل الدعم والمساندة للمشاركة في هذا الهاكاثون، وإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى لكم التوفيق. طبعا هذا الهاكاثون بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والسفارة الأمريكية والعديد من المؤسسات المختلفة. أول سؤال يتبادر إلى ذهننا، ما هو هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء؟ هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء هو هاكاثون عالمي تنظم وكالة ناسا للفضاء، اللي هي الوكالة الأمريكية للملاحة، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. الهدف من الهاكاثون تطوير حلول تكنولوجية مبدعة لعدد من التحديات. لحظة شوية، أعتذر بس جاء اتصال. إنزين، الهدف من الهاكاثون تطوير حلول تكنولوجية مبدعة لعدد من التحديات والمشكلات. من وين جاءت هذه التحديات والمشكلات؟ هذه التحديات والمشكلات تطرحها وكالة ناسا بالتعاون مع 11 وكالة فضاء عالمية في الموقع الإلكتروني. أي موقع إلكتروني؟ موقع إلكتروني تابع لناسا. تمام؟ يتم تأهيل المشاركين لاستخدام البيانات المفتوحة المجانية والتابعة لوكالة ناسا لمعالجة مشاكل العالم الحقيقي على الأرض والفضاء والمنافسة في التصفيات على مدار 48 ساعة تقريبا. يعني الهاكاثون مدته 48 ساعة في جميع أنحاء العالم بين 5 و 6 أكتوبر، تاريخ 5 و 6 أكتوبر. يقام الهاكاثون في ولاية بدية محافظة شمال الشرقية. تمام؟ موضوع هاكاثون تحدي ناسا الذي تنبثق منه معظم التحديات أو كل التحديات، الموضوع أو الثيم هو الشمس تلامس كل شيء، بالتعاون مع علم الهيلوفيزياء في وكالة ناسا. هذا هو الثيم العام أو عنوان الهاكاثون، موضوع الهاكاثون. تمام؟ من يمكنه المشاركة؟ طلبة المدارس، أنتم جزء من الهاكاثون، طلبة الكليات والجامعات، الخريجين، الباحثين، المعهدين أكاديميين أو عندهم أبحاث، أي حد باحث ممكن يشارك، الباحثون عن عمل، الموظفون، الأكاديميون وأولياء الأمور، أنتم مرحب بكم. وكل من لديه أفكار إبداعية لمشاكل تواجه الأرض والفضاء. العام الماضي كان عندنا أولياء أمور، كان عندنا موظفين في القطاع الخاص، موظفين في القطاع الحكومي، كان معنا عدد كبير جدا. نستهدف المهندسين، التقنيين، المصممين، رواد القصص، المبرمجين، الصناع. كل حد ممكن يشارك في الهاكاثون. الهاكاثون متاح للجميع. تمام؟ لماذا أشترك في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء؟ طبعاً هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء مثل ما رايحين نطلع هو أكبر تنافس أو أكبر هاكاثون فضائي في العالم، تنظمه وكالة ناسا. وكالة ناسا من الوكالات الكبيرة جداً في العالم، فهم ينظموا هذا الهاكاثون. أي واحد يشارك في هاكاثون ناسا ويسلم المشروع ماله، يسجل، يشكل فريق،
ويسلم المشروع ماله يحصل على شهادة مشاركة من وكالة ناسا سواء هو فاز أو ما فاز. دام أنه سجل وسلم مشروعه يحصل على شهادة. رقم ثلاثة، الحصول على تدريب مكثف على مهارات مختلفة. عندنا برنامج اسمه المعسكر التدريبي. هذا المعسكر التدريبي جميع المشاركين ممكن يحصلوا على التدريب. عن الفرق الفائزة على المستوى المحلي تحصل على جوائز نقدية. وعندنا نوعين من الفائزين، عندنا أو نوعين من الترشيحات أو التقييم، تقييم محلي وتقييم عالمي. اللي بيحصلوا التقييم المحلي اللي هم جوائز نقدية، ورايحين نجيكم في الشريحة القادمة كيف يتم. المرشحين للعالمية، نرشح ثلاثة فرق للعالمية. اللي يرشح أسماهم أو الفريق المرشح للعالمية لهم جائزة الحضور إلى وكالة ناسا للفضاء. تمام، حضور إلى وكالة ناسا للفضاء في الولايات المتحدة. رقم ستة، الوصول إلى البيانات المفتوحة لوكالة ناسا. هذا اللي يشتغلوا في البيانات المفتوحة ويشتغلوا إلى في الفضاء وهذه الأماكن يعرفوا قيمة البيانات المفتوحة لوكالة ناسا. رقم سبعة، التعاون مع فرق عالمية أخرى. ورايحين نشوف عندنا قصص نجاح. هذه قصص النجاح فرق شاركت العام الماضي في الهاكاثون. تمام، عندنا الفريق الأول ناسا، الفريق الأول اسمه The Shooting Star. The Shooting Star وصل إلى أفضل 40 مشروع. هذا فريق عماني إن شاء الله تعالى رايح نسوي معاهم لقاء خلال الفترة القادمة في المعسكر التدريبي، ويتكلموا عن كيف كانت تجربتهم وكيف كان مشروعهم. تمام، أفضل 40 مشروع على العالم، عن فيديو يشرح قصة وتأثير التخلص من الذخائر المتفجرة على المستقبل العلمي في الفنون والمرئيات والمرئيات. تمام، وهذا الفريق لما تضغطوا على الاسم باللون الأصفر تفتح لكم البيانات كاملة. تمام، وهذا فريق آخر استحوذ، عمل فريق استروتريب المبتكر عن مكتب كويكبي للسياحة. تمام، ممكن تشوفوا تطلعوا ايش هم قدموا. ونفس الشيء فريق ريد سبيس. تمام، هذه ثلاث فرق تم ترشيحها للعالمية. تمام، ممكن تطلعوا على آلية آلية تسليم المشروع، كيف تقدروا تسلموا مشروعكم. من هنا يمكنكم التعرف على ثلاث الفرق المرشحة العام الماضي للعالمية. مثل ما قلنا، الفريق الأول ريد سبيس، الفريق الثاني أسترو تريب، الفريق الثالث ذا شوتينج ستار. لما تعملوا سكان للكيو آر كود تفتح لكم الفريق، بيانات الفريق، ويمكنكم الاطلاع على كل شيء اللي هم سويوا. هنا أريد الإشارة إلى شيء ما إلى شيء، إلى هو إنه أسترو، إنه هو ريد سبيس وأسترو تريب العام الماضي حضروا إلى بدية. تمام، وذا شوتينج ستار ما حضروا إلى بدية، ولكن أثناء التقييم الفريق التقييم أو لجنة التحكيم حكمت الفرق المشاركة العام الماضي كامل على أساس ترفع للعالمية. فهذه الفرق تم ترشيحها للعالمية، وإن شاء الله تعالى راح يتم تكريمهم يوم الافتتاح هذه السنة. The Shooting Star مثل ما نشوف تحت الصورة. تمام، هذا فازوا إلى أفضل 40 مشروع. ناسا تجمع المشاريع كامل من جميع دول العالم وتختار أفضل 500 مشروع. بعدها تعمل شورت كات تحكيم وتختار 40 مشروع من 500. تمام، فهذا
The Shooting Star وصل إلى أفضل 40 مشروع. بعد الأربعين مشروع يختار 10 فائزين. هذولاك العشرة الفائزين يحضروا ناسا للتكريم. يعني ما في تصفية حد يروح على أساس تصفيات، إنما التصفيات تتم كلها أونلاين. نحن نرشح 3 فرق على لناسا وهم من جميع دول العالم يرشحوهم. الفائزين يشلوهم للتكريم في وكالة ناسا. واضحة الفكرة؟ خطوات المشاركة في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء. الخطوة الأولى، عندنا 8 خطوات مهمة كلها بسيطة، ما عليكم من الاسم. الخطوة الأولى التسجيل في الموقع الإلكتروني لهاكاثون تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء اللي موجود، الرابط ماله هنا، وممكن عن طريق الضغط عليه ممكن تفتحه. تمام، اللي يسجل هنا يقدر يشارك، واللي ما يسجل ما يقدر يشارك. ليش؟ لأنه ناسا اسمه ما موجود في موقع ناسا. تمام، رقم 2، بنجي على الخطوات وبنسوي خطوة خطوة بحيث أن نحن نسجل الفيديو، اللي ما عارف أو عنده مشكلة تنحل مشكلته، واللي ما عارف إن شاء الله تعالى بنساعده للتسجيل. الخطوة الثانية التسجيل في الموقع الإلكتروني لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية إبرا. تمام، التسجيل في الموقعين مهمات جدا. ليش؟ هكذا ناسا اللي هي الموقع الأصلي والأساسي لناسا يأخذ بيانات بسيطة جدا، اللي هي اسمك ونوع التحدي اللي اخترته، ما يأخذوا إيش النوع، يعني إيش الجنس، ذكر أو أنثى، بنت أو ولد. تمام، ما يأخذوا المؤسسة اللي أنت تابعينها. تمام، ما يأخذوا بيانات كثيرة، ما يأخذوها، يأخذ بيانات أساسية فقط. تمام، بس نحن على أساس نجيبكم إلى بدية، أنا لازم أعرف هل هذا الشخص المسجل هو بنت أو ولد، هذا الولد الشخص اللي سجل من أي مؤسسة، لأنه هو محتاج خدمات لوجستية، محتاج سكن، محتاج نقل، محتاج تغذية، محتاجين نعرفه هو من أي محافظة في سلطنة عمان، محتاجين نعرفه هو من أي ولاية، محتاجين نعرفه من أي مؤسسة، لأنه هو محتاج ورقة رسمية تروح للجهة اللي هو يشتغل فيها أو يدرس فيها. كل هذه معلومات نحن محتاجينها. وين نقدر نسجلها؟ نقدر نسجلها فقط في موقع الجامعة، أما في موقع ناسا ما نقدر نسجله، وبنشوف إن شاء الله تعالى الطريقة. رقم 3، تشكيل الفريق. لازم نشكل فريق. المشاركة في هاكاثون ناسا التسجيل فردي والمشاركة جماعية. يتكون الفريق من 3 إلى 6 أشخاص. تمام؟ رقم 4، الانضمام إلى تحدي، يعني تختاروا تحدي. بعد ما نشكل فريق نختار تحدي على أساس نعرف أي واحد نحل. اللي بعدها رقم 6، طور مشروعك. أنت اخترت تحدي، الآن طور المشروع. تمام، رقم 7، سلم مشروعك للتحكيم المبدئي لحضور موقع الهاكاثون. تمام، تسليم المبدئي. رايحين نجي على التفاصيل كل هذه، ولكن هنا الخطوات بشكل عام. رقم 8، سلم مشروعك النهائي للتنافس للترشيحات العالمية. تمام، فهذه تقريبا 7 خطوات يجب على المشارك أن يقوم بها. نجي على البرنامج. التسجيل متاح من تاريخ 18/7، مثل ما نشوف التاريخ ونشوف الحدث. تمام، ونروح على الحدث التاريخ ونشوف ايش فيه، او نروح على الحدث ونشوف متى التاريخ. التسجيل متاح من تاريخ 18/7. تمام، متى نهاية التسجيل؟
نهاية التسجيل تاريخ 22/9 تمام؟ إعلان ملخص التحديات. تم الإعلان عن ملخص التحديات، ورايحين نشوف إيش هو ملخص التحديات، لكنه التحديات موجودة تاريخ 22/8. تشكيل الفرق، تشكيل الفرق متاح من تاريخ 22/8، تمام؟ إعلان تفاصيل التحديات، إيش الفرق بين ملخص التحديات وتفاصيل التحديات؟ تفاصيل التحديات فيها معلومات كثيرة، فيها معلومات كثيرة، ولكن الملخص فقط معلومات أساسية جدا. عندنا معسكر تدريبي تقوم الجامعة أو يقوم الهاكاثون بمعسكر تدريبي الهدف منه تطوير مهارات المشاركين. نحن ما نريد مشاركة بمجرد مشاركة، نريدكم تستفيدوا. لذلك قمنا بتكوين أو تشكيل معسكر تدريبي. هذا المعسكر التدريبي مهم جدا. قمنا بدراسة التحديات ومن ثم تصميم المعسكر التدريبي بحيث أنه يفيدكم. عندنا نهاية أن تسليم الحلول المبدئية 22/9. عندنا نهاية التسجيل 22/9. تمام؟ الهاكاثون إعلان نتائج الفرز المبدئي 29/9. عندنا الهاكاثون تاريخ 5/6 أكتوبر. تسليم الحلول النهائية للي حضر الهاكاثون حضوري في بدية أو الموجودين في مواقعهم، الجميع لازم يسلم الحلول تاريخ 6 أكتوبر. تسليم الحلول 6 أكتوبر للحضور في بدية أو الناس اللي يشتغلوا من مواقعهم، سواء من البيت، من الكلية، من الجامعة، من الدوام. زين، لازم يسلم تاريخ 6 أكتوبر. إعلان نتائج للحضور اللي حاضرين بدية، إعلان النتائج مالهم تاريخ 6 في نفس اليوم، تمام؟ ولكن الترشيحات العالمية تتم تاريخ 9 أكتوبر. هذا برنامج الهاكاثون بشكل عام، وإن شاء الله كل شريحة يكون فيها تفاصيل أكثر. الشروط: أول شرط التسجيل في موقع ناسا لتطبيقات الفضاء. الشرط الثاني التسجيل في موقع ناسا لتطبيقات الفضاء إبراء، اللي هو يوتاس، موقع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. هذه أهم شرطين. الشرط الثالث إذا كان المشارك عمره أقل من 18 سنة تجب موافقة ولي. تفضل من هذا اللي رافع يده، لين. تفضلي لين إذا صح. أستاذ رابط التسجيل متوقف. أستاذ رابط التسجيل. رابط التسجيل بنقي إن شاء الله تعالى. رايحين بنقي وبنشرح خطوة خطوة وبنكون مع بعض. وإيش هو بالضبط؟ هاي وبنقي، ترى أنا أقول لك لا بنقي، بندلي بنعرض عليك رابط التسجيل. محمد تفضل. أيوة، كيف يمكن تسليم المشروع؟ كيف فيني أرسل المشروع؟ إن شاء الله تعالى بنجي على السؤال. تمام. أستاذ في سن محدد؟ شوف، ما في سن محدد. الشرط الوحيد إذا كان الطالب أو الطالبة أو المشارك أو المشاركة عمره أقل من 18 سنة يجب موافقة ولي الأمر. واضح؟ يعني إذا كان عمره أقل من 18 سنة
أثناء التسجيل في موقع في الموقع يتطلب موافقة ولي الأمر. واضح النقطة؟ أما السن معين ما في. نعم. يعني عاد أي عمر يقدر يدخل؟ أيوة أي عمر. بس عاد ما يعني عمر ما يكون صغير صغير. يعني نقول 11 سنة 12 سنة يعني الصف الخامس يقدر يشارك. من الصف الخامس وفوق. في الفريق يقدر عاد أي عمر صح؟ أيوة. بس ما يكون أقل من الصف الخامس. واضح؟ واضح. الصف الخامس. تمام؟ نجي مراحل التقييم. طبعاً المشاركين تمام؟ المشاركين كمجموعات نحن نختار أول شيء يكون عند لازم نختار عدد 22 فريق عشان يحضروا أبدية. تمام؟ نختار 22 فريق لحضور أبدية. فتاريخ تاريخ 22/9 جميع الفرق تكون سلمت المشروع المبدئي، ولجنة التحكيم تختار 22 مشروع يحضر أبدية. ليش؟ لأنه في ناس مثلا على سبيل المثال وهب زين ضاع مسجل وجالس يسوي المشروع، بس بعده ما سوى الفكرة، ما خطط كيف هذا المشروع يشتغل، ما خطط كيف هذا المشروع يعني إيش المطلوب لهذا المشروع. تمام؟ بس اللهم مختار مسجل ومختار تحدي زين. نحن ما نجيب أبدية لأن مشروع ما جاهز، ما عنده فكرة، الفكرة ما جاهزة، الفكرة ما واضحة. تمام؟ ولكن مشروع مثلا أجيب نجيب اسم من هنا من عندكم من الأسماء هنا معانا، مثلا لين مسوية مشروع زين وكاتبة الفكرة وكاتبة كيف يشتغل المشروع وكاتبة معلومات كثيرة. فهنا أحسن يجي وهب اللي ما كاتب المشروع ومعده ما جاهز، ولا لين اللي مسوية المشروع مالها وكاتبة الخطة وكاتبة الفكرة وكاتبة إيش الاحتياجات وكاتبة كل شيء. فلين مفترض تحضر. عشان كذاك المرحلة المبدئية اختيار أفضل 22 مشروع اللي هم مشاريعهم يعني بادين فيها. تمام؟ يحضروا اللي بيحضروا بدية 22 فريق يتم تقييمهم، يتم تقييم الحاضرين. تمام؟ ونختار أفضل 10، لكن ما شيء اسمه مركز أول وثاني وثالث. أفضل استخدام للعلوم، أفضل استخدام للبيانات، أفضل استخدام للتقنية، هذه مجالات التقييم. تمام؟ هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إيش؟ جميع الناس اللي حاضرين بدية واللي حاضرين واللي يشتغلوا من البيت كلهم يرفعوا مشاريعهم في موقع ناسا، ويتم تقييم جميع المشاريع. تمام؟ والهدف اختيار أفضل 3 مشاريع وللترشيحات العالمية. أفضل 3 مشاريع نرسلهن وين؟ نرسلهن وكالة ناسا للتقييم. وكالة ناسا تجمع المشاريع كامل وبعدين يختاروا أفضل 10 مشاريع. واضح؟ التقييم، معايير التقييم، هذه معايير التقييم. 1 التأثير، ما هو حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا المشروع؟ يعني واحد يقدم مشروع، يسوي مشروع، إيش التأثير مال هذا المشروع؟ هل هذا تأثيره شوية أو تأثيره كبير؟ كلما كان تأثير المشروع أكبر كلما كان يحصل درجات أعلى. هل يحل مشكلة كبيرة؟
أم مشكلة صغيرة كلما حل مشكلة أكبر كلما كان درجاته أعلى؟ تمام؟ هل ستلهم أو تساعد الكثيرين أم القليلين؟ يعني هل بيستفيدوا من هذا الحل أو من هذا الحل ناس كثير أو عدد أقل؟ كلما كان المستفيدين عدد أكبر كلما أنت حصلت درجات أكثر. الإبداع يعني ما مدى إبداع الفكرة هذه؟ تمام؟ هل هي جديدة مثلاً ولا هي قديمة؟ هل هي مثلاً رواية؟ إيش هي بالضبط؟ تمام؟ الصلاحية، هل الحل صحيح علمياً؟ هذه مثل المعادلات، ومثل المعادلات يعني خلينا نقول مثل معادلة، يعني معادلة موجودة وانت تجيب حل، لكن هل هذا الحل صحيح؟ هل هذا الحل علمي لهذه المعادلة ولا ما صحيح؟ هنا نفس الشيء، هل هذا الحل صحيح علميا اللي جبته ولا ما صحيح؟ هل سيحل المشكلة؟ ممكن انت تجيب حل، عندك مشكلة وتجيب حل، لكن هذا الحل ما يحل المشكلة أصلا. تمام؟ هل يمكن أن يعمل في العالم الحقيقي؟ هذا الحل اللي جبته، هذا المشروع، هل قابل للتطبيق ولا ما قابل؟ ما تجيب شيء من الخيال وتريد تطبقه هو ما قابل للتطبيق، لا، جيب شيء قابل للتطبيق. تمام؟ الملائمة، هل يستجيب هذا المشروع للتحدي الذي تم تقديمه من أجله؟ يعني عندك هذا التحدي وعندك هذا الحل، هل يحل المشكلة؟ تمام؟ هل هذا الحل عشان نطبق هذا الحل يحتاج لنا فترة طويلة من الزمن ولا فترة قصيرة؟ لأنه هم يريدوا فكرة، هم إيش يريدوا؟ يريدوا فكرة، ما يريدوا المنتج النهائي، يريدوا الفكرة الأساسية، ما يريدوا المنتج النهائي. فهل هذه الفكرة عشان تطبقها يعني يحتاج لها 10 سنوات عشان تطبقها، ولا محتاج لها مثلا فترة بسيطة من الزمن؟ هل يحتاج لها يعني أجهزة وأشياء كثيرة، أم يعني سهلة التطبيق؟ تمام؟ نفس الشيء العرض التقديمي، العرض التقديمي مهم جدا لأنه هو يعتبر تسويق للمشروع. تمام؟ أنتوا كيف تسوق للمشروع؟ تمام؟ في يعني حد عندهم مهارات تسويق، فيروح لما يجي يتكلم عن مشروعه يسوي فيديو ولا يسوي عرض باوربوينت أو يسوي أي شيء، يقدر يوصل المعلومة للمستمع، يقدر يوصل المعلومة للجمهور. فالعرض التقديمي مهم جدا. تمام؟ الحين جينا على العملي. للي يسأل وين رابط التسجيل؟ هنا التسجيل بالموقع الإلكتروني هاكاثون تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء. إذا كنت مشارك في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء 2023 اتبع هذه الخطوات. للي مشاركين معانا في الهاكاثون العام الماضي موضوعهم بسيط وسهل وجدا. تمام؟ نجي هنا الحين. إذا كنت مشارك جديد في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء اتبع هذه الخطوات. عندنا هذا، تضغط على الزر مثل ما شفنا. تمام؟ نضغط على هذا الزر ويفتح لنا رابط التسجيل. تمام؟ الحين نحن نأتي إلى عملية التسجيل. هذا هو رابط التسجيل، أرسلكم إياه. تمام؟ أرسلكم إياه وين؟ في المحادثة، على أساس أنكم كلكم تفتحوا رابط التسجيل وتشوفوا رابط التسجيل معي. هذا رابط التسجيل، بقيكم على الأسئلة مالكم بجاوبها آخر الحلقة. تمام؟ على أساس أن نخلص. إيش رأيكم؟
أحسن له. هذا الموقع موقع هكذا الناس لتطبيقات الفضاء، ظاهر عندكم ولا ما ظاهر؟ ظاهر. ممتاز، تمام. نروح أول شيء على ساين اب إذا كنت، أو روح على لوجن، تمام. يظهر عندك هذه الشاشة، يظهر عندكم هذه الشاشة، تمام. هذه الشاشة إذا كنت مشارك العام الماضي، تمام، إذا كنت مشارك العام الماضي فهنا اكتب اسم اسم المستخدم، اليوزر نيم والباسورد مالك مال العام الماضي، وتقدر تدخل عن طريق اللوجن. إذا كنت ما تتذكر اليوزر نيم، ما تتذكر الباسورد، فتقدر تسوي ريسيت باسورد. إذا كنت ما تتذكر اليوزر نيم والباسورد، تروح على ريتريف يوزر نيم، تمام. فأتوقع اللي مشاركين معانا العام الماضي بيكون لهم بسيط، فما نروح على هذه الخطوة، وإنما نروح على إنشاء حساب جديد. نضغط هنا Not yet a part of space apps. Create account. تمام؟ تضغطه هنا. يطلع لك هذه الشاشة. هذه الشاشة تختار هنا وتكتب اسمك. تمام؟ تختاره، تكتب اسمك. عبد الملك وهب الحسيني. تمام، الواحد كل واحد يكتب اسمه. هنا يختار اليوزر نيم، ايش يريد اسم المستخدم اللي يريده يكتبه هنا. تمام، على سبيل المثال اكتب الاسم اللي تريده. تمام، هنا تكتب الايميل، الايميل اللي انت اللي انت يعني ايميلك، تكتب ايميلك. لحظة، انا انشأت اليوم ايميل جديد على اساس اقدر اسوي لكم هذا التدريب، لكن نسيت الايميل. ايش الايميل اللي سويته؟ تمام، هنا تكتب الايميل مالك، الايميل انت تريده، تمام. وهنا تعيد كتابة الايميل اللي انت تريده. هنا تكتب الرقم السري لما انت تريد تدخل هذا الموقع، ايش الرقم السري اللي انت تريده. فكل واحد يختار رقم سري حاله، تمام. طبعا هذا مؤقت، انا بمسحه بعدين، تمام، فما حد يكتبه هو ويستخدمه هو، لان الشاشه مسجله، تمام. هنا ابلود ان افاتار، يعني تختار وجه اذا تريد حالك، وهذا غير الزامي، فاعمل له طاف. اريا اوف ريزيدنس، تختار الدوله، فنحن نتاكد ان احنا مختارين عمان. هنا تعمل تيرمز اوف كونديشن، I agree، وتعمل هذه I am not a robot، إن هو أنت لست رجل آلي، تمام. بعدين تسوي create account. create account، account pending، we have sent a confirmation email to email address provided، please click the link in the email to finish setting up your account. تم ارسال ايميل، تمام. تروح تفتح الايميل مالك اللي اللي رسلوا لك اللي رسلوا لك فيه هذا الايميل، وهذا الميل بوكس، هذا الايميل تفتحه، واضح.
شوفه space apps. Please click here to confirm your email and activate your account. The NASA Space Apps Go Team. تضغط هنا. Request verification. تضغط login. طبعا طلع اليوزر نيم والباسورد اللي انا حاطنهم. في حالة ان انت ما طلع عندك عادي حطهم مرة ثانية. الحين نسوي لوجين. ويلكم عبد الملك وهاب الحسيني. تمام. الحين نعمل لوجين. خلاص هو عمل لوجين بهذه الطريقة. خلاص انا الان داخل. اجي على بروفايل. اروح بروفايل. اتأكد هل هذه معلوماتي؟ فول نيم عبد الملك وهاب سالم. عبد الملك وهاب الحسيني. يوزر نيم هذا. الايميل مالي هذا. area of residence عمان. تمام. اذا بغيت تحط صورتك عادي حط صورتك. تمام. فانا من هنا تقدر انت تغير بياناتك الموجوده. الاسم، اليوزر نيم، الايميل تقدر تغيرهم. متى تم انشاء الاكونت مالك؟ في 2024. نجي الان على شيء ثاني مهم. هنا تحصل المسج اذا كان عندك رسائل. شوف هنا عندك رسائل اذا تريد تقراها. تمام. عندك هنا لوكال ماي لوكال ايفنت. تمام. تضغط هنا. طبعا لازم تتأكد انك تختار ابرا. في حالة ان ما ظاهر عندك ابرا ايش تسوي؟ تيجي هنا وتكتب باللغة الانجليزية ابرا. تمام. هذه ابرا طلعت. تمام. فتختار ابرا. في هنا عندك choose this local event. اختار هذا لأنك أنت الحين عندك أكاونت لكن ما مختار موقع. لازم تختار موقع. أنت تختار إبرة. سوي choose this local event. تمام. يقول لك هنا في بعض البيانات مطلوبة عليك. register for 2024 NASA. upload this image. فما إلزامي. إذا حبيت تحط صورة حط، ما حبيت ما لازم. عندك area of residence. تمام. تختار عمان. هنا هذا معلومات هل أنت تنتمي إلى الصين أو لا تنتمي. فنحن أظن كلنا في عمان ما ننتمي للصين. تمام. terms and condition. فتختار صح. if you are minor under age of 18 please check this box. للمشاركين اللي عمرهم اقل من 18 سنه يضغطوا هنا. تمام. يضغط هنا. هنا يطلب بيانات ولي الامر. هنا تكتب مثلا من ولي امرك. تمام. وهب مثلا سالم الحسيني. واضح. هذا ولي امري مثلا. وهنا وهب سالم الحسيني. هذا هنا الايميل. ايش ايميل ولي امرك؟ هذا ولي امري. تمام. هذا ايميل ولي امري. تمام. بعدين تسوي register for NASA Space Apps Challenge. واضح. إذا كنت أنت أعلى من 18 سنة فما تضغط هذا الخيار. ما تضغط هذا الخيار وإنما تضغط register for NASA Space Apps Challenge. الآن أنت خلاص سجلت هناك. اختار إيش تريد.
هنا هل تريد حضوري ولا تريد virtual remote؟ فنختار in person. تمام؟ بعدين confirm registration. الآن أنا سجلت في إبرة وأنتم سجلتم، شوف submit successful. تمام؟ الحين هنا تظهر لي بعض البيانات أو بعض المعلومات. هذا فيديو العام الماضي يمكنكم الاطلاع عليه. تمام؟ هنا تحصلوا صور للفرق الفائزة، هذا اللي حضر العام الماضي معانا هاكاثون ناسا، هذه صورهم، صور التكريم لهم. تمام؟ هذه الصور. How to register، هنا فيديو يعلمكم طريقة التسجيل. تمام؟ فيديو يعلمكم طريقة التسجيل. تمام؟ نروح فوق. عندنا هنا الشيء الثاني الآن Local Event Schedule. تمام؟ إيش هي المعلومات أو التواريخ المهمة؟ عندنا هنا الفرق Teams. تمام؟ هنا موجودة عندنا Teams. شوفوا هذول الناس خلاص شكلوا الفرق مالهم، شوفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هذول الناس خلاص شكلوا الفريق مالهم. مثل ما قلنا عندنا شروط. أول شيء الفريق يتكون من 3 إلى 6 أشخاص، يعني ما ممكن يكون فريق فيه شخصين ولا ممكن يكون فريق فيه 7 أشخاص. نحن نفضل أن يكون الفريق من نفس المؤسسة التعليمية. على سبيل المثال إذا كانوا فريق من المدرسة نفضل أنهم يكونوا من نفس المدرسة. تمام؟ إذا كانوا من جامعة يكونوا من نفس الجامعة. ليش؟ لعشان لما نجي نعلن الفائزين مثل هذولا، يوم نجي نقول مثل هذول الشباب ومثل هذه المجموعة البنات ما شاء الله عليهن، مثل هذا لما نجي نعلن اسماء الفائزين نقول الفائز بالمجال مثلا أفضل التقنيات فريق من مدرسة نقول اسم المدرسة، أو من جامعة نقول اسم الجامعة. لذلك نشترط أو نفضل أن يكون الفريق من نفس المؤسسة التعليمية، ما يكون حد كل حد من صوب. تمام؟ الحين نأتي على طريقة تشكيل الفريق. لما تضغطوا على التيمز الفريق قائد الفريق هو اللي يعمل الفريق والبقية ينضموا إلى الفريق. على سبيل المثال أنا قائد فريق، أروح على كريت تيم. تمام؟ هذا كريت تيم واكتب تيم نيم مثلا على سبيل اختاره
يعني أنا دائما أقول يعني اختاروا يعني شيء حلو، اسم مناسب، اسم حلو، ما تكتبوا مال عجلة عجلة، بحيث إنه لما نجي نختار يعني يجي الإعلان عن الاسم يكون الاسم إله معنى. إذا نجي نشوف شوية هنا، ها شوفوا مثلا أسماء حلوة، زين، فنختار أسماء جميلة وأسماء حلوة، مو نختار مثلا اسم هذا الفريق. على سبيل المثال ترى هذا أنا أمسحه ما أسوي ذا باور، زين، ذا باور. بعدين تشالنج، أختار عنوان التحدي، إحنا شفنا التحديات هناك موجودة، نختار منهن عنوان. نادى تيم فوتو، نريد نحط صورة مثل هذه الصور اللي موجودات، تمام، مثل هذه الصور، شفتوا كيف؟ فنختار صورة، تمام، أنا ما عندي صورته، تمام، ونختار desired skills، إيش المهارة اللي تريدوها؟ هنا أنتوا حرين تقدروا تحطوا أي شيء، تمام؟ بعدين تختار اللغة، لغة مثلا تكتب عربيك، تكتب إنجليش، وين الإنجليش؟ أو أي لغة تريدوها، إنزين، هندي مثلا، كل واحد حسب اللغة اللي يتكلمها. بعدين هنا لازم تعمل صح، وديسكريبشن، إذا تريد تكتب ديسكريبشن، إذا تريد ناس تريد تقول لهم شيء عنك، عن الفريق مالك، حط we مثلا we are strong power team، على سبيل المثال from UTAS، أي يعني أنتوا حطوا اللي تريدوا. team content contact information، تمام، كيف يتواصلوا معاكم، تمام، فتعمل بعدها كريت. طبعا انا هنا تيم نيم باور تيم، تمام، تشالنج بيوند، هذه التحديات هنا طلعت كامل، ذيك الساعه كانت ما طالعه، هنا التحديات طالعت كامل، تختار اي تحدي تريد، تمام، لازم تطلع على التحديات. فنحن لازم الفريق اختار تحدي واحد، يختار تحدي واحد فقط، تمام. انا ما عندي صورته، ما عندي صورته، شوف كيف طلب بعض المعلومات ان هي، تمام، وهنا طلب صورة، باي ايميل، تمام، ايميل مثلا وهب يريد نعمل صورة عن إذنكم شوية بسوي ستوب للشيرينج على أساس أختار له صورة، نختار صورة بس شوية كذا قاعد سريع، واضحة الشاشة مرة ثانية صح؟ رجعت لكم، واضحة ولا ما واضحة؟ ليش ما ظهرت الصورة؟ أنا جيت هنا وسويت سيف إيميجز، تمام،
وين باور؟ هذه باور. تمام. الحين نشوف. يقول الصورة غير مدعومة. يريد هذه النوعية من الصور. تمام. المهم إنه يعني تمام. بنت. تمام. بنجيب الصورة. Open with paint. هاي عندي هنا save as. تمام. روح على picture. باور. نرجع مرة على ناسا. نعم. خلاص الحين انا شكلت الفريق. تمام. view my team. بهذه الطريقة انا شكلت الفريق. هنا members يطلع العولي الاعضاء اللي معاي. هنا نشوف team information. تمام. بهذه الطريقة أنا شكلت. إذا بغيت أمسح التيم عادي أقدر أمسح التيم من هنا ويكون ما عندي فريق. وعندي هنا الحين أريد أختار تحدي. كيف أختار تحدي؟ أجي على إكسبلور أروح ماي تشالنجز. تمام. هنا التحديات موجودة. تمام. هذا الآن نحن ننتقل إلى التحديات. خلصنا موضوع التسجيل، خلصنا موضوع تشكيل الفريق. الآن في تشكيل الفريق كيف ينضم، كيف ينضم المشاركين أو المشاركون إلى الفريق. تمام. بعد ما يسجل المشاركين يسجلوا في 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 التحدي، بعد ما يسجلوا في في التحدي يروح على لوكال ايفنت، يروح المشاركين هنا يختاروا إبرة. تمام. يختاروا إبرة، بعدين يختاروا تيمز. تمام. يحصلوا أي فريق. هذا مثلا وين فريقي، وين فريق البطل، باور تيم. حصلوا باور تيم. تمام. جاي هنا الحين يريد ينضموا. تمام. يروح على هنا يختار، مفترض هنا لاني انا هنا موجود، ولكن من هنا في حاجه اسمها join team بعرض لكم اياها بعدين. تمام. لما ادخل اخرج اطلع من هذا الفريق وادخل بالفريق الثاني بدليكم اياها. الحين نحن محتاجين نختار تحدي. من وين نجيب التحديات؟ نضغط هنا، روح على على 2024 challenges. هذه هي التحديات. التحدي فيه عنوان. هذا عنوان التحدي. تمام. هذا عنوان التحدي. فيه هنا difficulty اللي هو مستوى التحدي. إذا كان beginner أو انترميديت متوسط أو ادفانس اللي هو صعب. وهنا المواضيع، هنا يوجد شرح، هذا يسمى مختصر. إذا شفتوه
مختصر جدا جدا جدا، ما في تفاصيل إضافية، ما في معلومات كافية على أساس نحل التحدي، تمام؟ لكن في بعض البيانات مثلا هنا Your challenge is to develop engaging and accessible learning materials that leverage creativity to enlighten students about the wonder of exploring. تمام؟ فهذا هو، هذه لما واحد يسألني إيش الفرق بين ملخص، كنا نحن نتكلم قبل قليل عن عن الملخص، هذا عندنا إعلان ملخص تحديات، هذا هو ملخص التحديات، شوف كيف مختصر جدا، ولكن تفاصيل بيعطيك معلومات كبيرة جدا. لو جينا نضغط على هذا، شوف كيف هذا وهذا مكتوب لك the full challenge statement details and resources will become available on September 12. تفاصيل بتعلن تاريخ 12 سبتمبر. إذا رحت على الريسورس، شوف ما في ريسورس، لازم يعطوك موارد، لازم يعطوك البيانات المفتوحة، لازم يعطوك معلومات على أساس أنك تحل التحدي، فأنت الآن ما عندك أي معلومات، تمام؟ هنا عندك تيمز، ما هي الفرق التي تحل هذا التحدي؟ هذه الفرق عالمية على مستوى العالم، هذه الفرق عالمية، كم عدد الفرق اللي مختارة هذا التحدي؟ 172 فريق مشاركين انهم يحلوا هذا التحدي، تمام؟ اذا كنت انا اريد التحق بفريق، هذا التحاق بفريق، لا هذه كريت تيم وليس التحاق بفريق، زين؟ فاذا كنت اريد ادخل هذا التحدي اسوي جوين تشالنج، تمام؟ فهنا نطلع على التحديات. عندنا 20 تحدي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تحدي. تحدي رقم 5 create your own challenge، هذا التحدي بالذات ما تختاره، ليش؟ لأن هذا ما يدخل من ضمن التحكيم ولا من ضمن الترشيحات العالمية ولا من ضمن أي شيء، تمام؟ فما تختاروا هذا create your own challenge، ما تختاروا، اختاروا أي تحدي يناسبكم، تمام؟ شوف هذا التحدي في شباب عمانيين هم، ليش؟ على أساس يعني العام الماضي كان مستوانا جيد ووصل مشروعنا إلى أفضل 40 مشروع، فهذه السنة نحن ننتظر منكم الأفضل ونوصل إلى أفضل مشروع على مستوى العالم، تمام؟ فهذه التحديات، أنا ما أقدر شخصياً أشرح لكم عن التحديات في الوقت الحالي، تمام؟ ولكن أنتوا كمشرفين قريوهن، كمشاركين قريوهن وفهموا الأشياء اللي فيه، تمام؟ نرجع على سلايد عشان نشوف وين نحن واصلين، نشوف إيش الأشياء اللي أنا ما شرحتها. نعم، الحين أنا خلصنا موقع الجامعة، خلصنا موقع ناسا لتطبيقات الفضاء، تمام؟ خلصناه، نحن الآن خلصنا هذه الشريحة، انتهت عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني ناسا. الآن نروح على التسجيل، يجب على المشاركين التسجيل في الموقع الإلكتروني هاكاثون ناسا
2024 تطبيقات الفضاء إبرا. هذا الموقع الثاني. بعمل لكم مشاركة أو في تحصلوا في المحادثة. هذا الرابط الثاني. يجب على الجميع التسجيل في موقع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. تمام؟ يجب على الجميع المشاركة. يعني يجب على الجميع التسجيل. كيف نسجل؟ تمام؟ نجي هذا الموقع، نروح على register. هنا موجود البيانات participant، اختار هنا. تمام؟ اذا كنت انا مشارك جديد إذا كنت أنا مشارك جديد فأروح على register as participant، أول خيار. تمام؟ فتظهر لي هذه البيانات. تمام؟ هنا أسجل full name. نحن قلنا هناك إنه اسمي عبد الملك. تمام؟ first name، second name وهب. طبعاً عبد الملك اسم والدي. تمام؟ وأنا مسجل فما أقدر أسجل مرة ثانية، فعبد الملك والدي. تمام؟ last name الحسيني. gender أختار male أو female. male يعني ذكر، ولد، female يعني أنثى، فأختار male. national ID أكتب الرقم المدني الخاص بي. تمام؟ هذا الرقم المدني. أكتب الإيميل. طبعاً أكتب الإيميل مالك، تكتب رقم التلفون مالك. تمام؟ تكتب تاريخ الميلاد مالك. تمام؟ الأفضل أنك تختار من هنا على أساس أنك إنزين تختار تاريخ ميلادك. طبعا من إن السنة غير. تمام؟ اختار سنة. هنا تختار تكتب المهارات اللي عندك. إذا أنت تحب تكتبها فتكتبها، مثلا بروغرامي، برمجة. تمام؟ بعدين تختار المحافظة اللي أنت تابعينها. أنا من محافظة مسقط، أنا ساكن مسقط، أنا ساكن في العامرات. تمام؟ هل أنت طالب school student ولا college university؟ تمام؟ ولا إيش بالضبط منهن هذا؟ لو كنت أنا طالب مدرسة، خلونا نأخذ الخيارات واحد واحد. لو كنت طالب مدرسة فيظهر لي هنا أكتب اسم المدرسة. مثلاً أكتب مدرسة مثلا سيح الظبي، هذه في العامرات للتعليم الأساسي مثلا، ما أعرف بس كذا من عقلي. مثلا الصف، أكتب الصف الثامن. تمام؟ يوزر آي دي اللي هو إيش المستخدم، اسم المستخدم اللي تريده، فأكتب عبدول ملك.
تمام. باسورد، ايش الباسورد اللي انت تريده؟ تمام، انا اختار هذا الباسورد. هنا مره ثانيه اقول لك اعيد كتابه الباسورد. لا، هنا تكتب الرقم 12، هذا كانه سكيورتي. تمام، اكتب الرقم 12، شوف to continue enter number 12. خلونا نعدل، لو كنت انا ما طالب مدرسه، انا طالب جامعي، فايش اختار؟ تظهر عندي اسماء جميع او معظم المؤسسات التعليميه العالي، التعليم العالي. تمام، فاختار المؤسسه التعليميه. زين، اذا كانت المؤسسه اللي موجود اللي انا ادرس فيها ما موجوده، اختار هنا. تمام، اختار هذه other please specify، تكتب اسم المؤسسه اللي انت تابعينها وما موجوده. هذا بالنسبه لنا مهم، ليش؟ لما تجيه اللي يحضر بنيه نحن نعرف انه هذا الطالب او هذا المشارك من اي مؤسسه. هذا المشارك هل يحتاج رسالة حال ولي الأمر؟ هل يحتاج رسالة حال المؤسسة، حال المدرسة، حال الجامعة؟ إيش محتاج بالضبط؟ تمام؟ خلونا نختار شيء ثاني. لو كنت أنا employee، موظف، فأنا يطلب منك اسم المؤسسة، تكتب اسم المؤسسة اللي أنت تتابعينها. تمام؟ إذا كان اسم الأكاديمي، تمام؟ فيختار اسم المؤسسة اللي تتابعينها. فعلى نوع ايش هو بيظهر له؟ لو كان بارنت، تمام، ما يظهر له اي شيء لانه هو ولي امر. تمام، فما يظهر له هو من اي مؤسسة او كذا. تمام، فبهذه الطريقة. فخلينا انا اختار الان كوليج يونيفرسيتي، اختار يوتاس، جامعة مثلا مسقط على سبيل المثال، أو إبرة لأني أنا في إبرة. تمام، إبرة إبرة إبرة. تمام، أختار هنا الباسورد، حطيته. تمام، الآن جميع بياناتي موجودة، فأعمل ريجستر. تمام، يظهر لك ريجسترد أوريدي، أقول له عادي ما مشكلة. تمام، الحين عندي هنا أريد أبحث هل أنا مسجل ولا ما مسجل، فأروح على participant. تمام، عندي هنا participant guide اللي هي دليل المستخدم، دليل الهاكاثون اللي نشرح لكم منه، وعندنا individual participant list. هنا شوفوا كيف جميع أسماء الأشخاص المسجلين عندي 124 مسجل. تمام، عندي كم شخص؟ عندي هذول مسجلين. تمام، فالحين انا اريد ابحث عن اسمي. شوفوا كيف ما شاء الله، بس هذه فاطمة الشيدية الله يهديها، ما حطت إذا هي، إحنا نعرف لكن النظام ما يعرف، مفترض يعني ماشي صفر. تمام، المهم أنا أريد أبحث عبد الملك، لازم أسوي يعني أنا كمدير النظام أسوي له موافقة. أنا حاليا ما أسوي له موافقة، فلازم أسوي له موافقة. عندك تيم بارتيسيبنت ليست، يعني خلونا نرجع شوي. هنا نحصل مثل ما قلنا أسماء الجميع، كل واحد ممكن يدور اسمه. تمام، ويمكن يبحث عن اسمه ويعرف إذا هو مسجل أو ما مسجل. تمام، يقدر يعرف إذا هو مسجل أو ما مسجل. عندك Team Participant List. تمام،
عندك هذا أسماء الفريق، اسم الفريق، هنا عندك الفريق، هنا ها الليدر قائد الفريق، شفتوا كيف؟ عندك هنا الأعضاء، هذا الفريق ما مكون الأعضاء داخل النظام، الأسك لايمت ستوري، زين، وهنا اسم التشالنج، تمام؟ نرجع على كيف أشكل الفريق داخل هذا النظام؟ أنا تعلمت الحين كيف أسجل، إذا كنت مسجل قبل فقط أروح على Edit My Registration، هنا أحط هنا أحط بياناتي، أنا ما تظهر عندي لأن أنا ما مسجل هنا، لكن إذا كنتم أنتم مشاركين بتحصل بياناتكم. نروح الحين كيف نشكل فريق داخل هذا النظام؟ أروح على Team Formation، Form a Team، تمام؟ Username، حط اسم المستخدم مالك. الإشكالية تمام، وتحط الباسورد مالك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، كيف حالك؟ بخير بخير الحمد لله. طيب بقطع عنكم شوية، يعني أقطع المشاركة والسماعة فقط على أساس أني أسوي موافقة حال نفسي بحيث أنه أقدر أكمل لكم الخطوات، تمام؟ فلحظات شوية، رجعت لكم من جديد، رجعت لكم من جديد، واضح العرض، واضح العرض والصوت؟ واضح واضح أستاذ. ممتاز، من اسمك؟ محمد بن ناصر بن خميس بن حمد العرامي. نعم فيك، زين زين، حسسنا انه حد معاي، بارك الله فيك محمد. تمام، الحين نجي نحن على التيم فورميشن، فورم ماي تيم، تطلع لكم هذه الشاشة، هنا الهدف من هذه تشكيل الفريق. نجي على الحين طبعا هنا تظهر اسمي، انا الحين دخلت باسم شخص اخر ما باسمي، تمام، وهنا اللوج اوت، هنا شوفوا اكتف يوزر، تظهر لك الاسم. الحين تيجي هنا تختار تشالنج نيم، هذا التشالنج لازم تتاكد انه التشالنج او التحدي اللي اخترتوه انتم في هنا، اللي اخترتوه هنا هو نفس التحدي اللي بتختاروه هنا، ما يسوى تختار هناك شيء غير وهنا شيء غير، لازم تختار نفس الشيء. عندك تيم نيم، لازم تحط نفس الاسم، اذا من هناك مسمينه باور تيم لازم يكون هنا نفس الاسم باور تيم، تمام. هنا تختار اسم قائد الفريق، تمام، اسم قائد الفريق، تطلع لك هنا الاسماء كلها خلق الله تعالى، تمام، فلازم تختار اسم قائد الفريق. فأنا أنشئ فريق، أنا قائد الفريق، فأختار اسمي، صح؟ وين اسمي؟ لو أنا مختار داخل باسم إيدي مثلا، هذا الاسمي، اسمي المستعار اللي دخلت ببولان إيدي، تمام؟ إيدي هذا، شوف تيم آي دي، تيم نيم، هذا اسم التيم، وهذا التيم ليدر، وهذا اسم التحدي تشالنج ستيتمنت، تمام. الحين سلكت ممبر ليست، اختار الاعضاء، اذا انا مشكل الاعضاء متفق معاهم، متفق مثلا مع محمد ناصر قال لي صح، محمد يلا يحتاج لنا شويه ادور محمد ناصر مثلا، تمام، فأنا من هنا أختار أسماء الأشخاص، من أخلص أعمل سبميت، تمام، أعمل سبميت.
team forming successfully. تمام؟ الآن لو رحت على team forming ورحت على my team، تمام؟ اختار my team. ايش my ايش اسمه team مالي؟ باور. باور تيم. هذا باور تيم. طلع لي. فبهذه الطريقة انا اتأكد ان التيم مالي موجود هنا. لو كان عندي اعضاء بيطلع اسماء الاعضاء معي، لكن انا ما عندي اعضاء الان. فبهذه الطريقة نحن شكلنا الفريق ونشوف بيانات الفريق. ايش عندي من الاشياء والمعلومات الثانية اللي موجودة هنا؟ هنا موجود عندنا resources مثلا، تمام؟ هنا عندك داونلود، تمام؟ استمارة المشروع للفرز المبدئي. اللي يسألني ايش المطلوب؟ هذا المطلوب، نزل هذه الاستمارة، قريوها زين وتعبيوها حسب المطلوب. واضح؟ عندك ميديا، تمام؟ عندكم هذه يعني مثلا عندكم صور، تطلعوا على الصور، ممكن تشوف الصور مع العام الماضي، تمام؟ عندكم البوت كامب سيريز اللي هي المعسكر التدريبي للعام الماضي. هنا عندكم المعسكر التدريبي لهذه السنة، تمام؟ وهنا عندنا المرشحين، يمكن ما شغالة، تمام؟ هنا عندنا السبونسر، تمام؟ اللي حاب سبونسر. هنا عندنا الجدول، تمام؟ بهذه الطريقة تقريبا نحن شرحنا الموقع الجامعة ايش المطلوب وكيف نشكل الفريق وكيف نختار التحدي، تمام؟ نرجع لي مرة ثانية نرجع مرة ثانية للعرض على أساس إن نشوف وين نحن واصلين في العرض مالنا. أعتذر شوية، كأنه يعني أغلقت الملف اللي كنت أشرح فيه، الملف اللي كنت أشرح فيه شكلي أغلقته أنا بالخطأ، بس لحظة. تمام، الحين بنروح نشوف نحن وين وصلنا بالضبط. خلصنا الموقع، الحين هذه التحديات تقريبا شرحناها في الملخص. التحدي عندك، بيانات التحدي عندك، موارد التحدي، تسليم المشروع. كان حد يسألني أريد أقول نشوف أريد نشوف يعني الناس إيش مسلمة وكيف مسلمة. طبعا عندنا المشروع أو الملف يحتوي على عدة أشياء، اللي هي أو أنك مطلوب منك تسلم شيء اللي هو رقم 4 زين، عرض توصيحي قصير لمشروعك، أما في شكل عرض شرائح 7 شرائح أو عرض فيديو حد 30 ثانية، تمام؟ فقط مطلوب شرائح باوربوينت 7 شرائح كحد أقصى. إيش المطلوب منك تسوي فيها؟ عرض تفصيلي، تمام؟ تقديم حول مشروعك، بالضبط ماذا يفعل، كيف يعمل، ما الفائدة منه، ماذا يحقق، ما هي الأدوات أو اللغات أو الترميز، تمام؟ على أساس أن نطلع على بيانات إضافية عن هذا الموضوع، نرجع مرة ثانية لناسا. نرجع لي لناسا، تمام؟ ونروح وين؟ نروح على تشالنج، أو مش تشالنج، على عنده لو عملته مسح سكان، لو عملته سكان
لو عملت سكان لهذه الملفات تمام بيوديكم للتحديات، ولكن ما مشكلة، بنرجع مرة ثانية بقطع عنكم الإرسال وبأفتح لكم الرابط، لأنه الرابط موجود في مكان معين. هذا الرابط أرسلكم إياه نفس الشيء، تمام؟ أرسلكم إياه شات، شات هذا الشات، تمام؟ هذا الرابط، إنزين؟ هذا الفريق بلازما فول على سبيل المثال إيش قدم؟ هاي ليفل عندك هذا about، تمام؟ about the team اللي تكتبوه هناك about the team بيظهر عندكم هنا، عشان كذا اختار الكلام اللي تكتبوه دائما، تمام؟ عندك project، هذا البروجكت اللي هم اختاروه، بلازما فول اللي هو اسم الفريق، هاي ليفل سمالي، تمام؟ عندك هذه الأشياء، عندك بروجكت ديمو، تمام؟ اللي هو كان المشروع المبدئي، بعدين عندك فاينل بروجكت اللي هو المشروع النهائي، وعندك بروجكت ديتيلز اللي هي تفاصيل المشروع، تمام؟ وعاد يوز اوف ارتفيشال انتليجنت، هل هو استخدم اي ادوات ذكاء اصطناعي، تمام؟ هو استخدم شات جي بي تي، وهذا حط الرابط مالهم. استخدم سبيس ايجنسي داتا، هل استخدم البيانات المفتوحه لاي يعني اي فضاء، وكاله فضاء؟ نعم استخدم هذه. هل عنده اي ريفرنس مراجع؟ نعم استخدم هذا فاير سموك كندا، تمام؟ هذه عنده نفس الشيء، هذه المعلومه، هذه البيانات عن التشالنج، تمام؟ عندك الممبر، هذا اعضاء الفريق، تمام؟ هل هم اعضاء الفريق، تمام؟ فعندك نفس الشيء الى تجي على الفرق الثانيه، تمام؟ تقدر تشوف الفرق الثانيه ايش سووا وايش اشتغلوا، تمام؟ أعطيكم فريق آخر، هذا فريق آخر، أعطيكم نفس الشيء الرابط، هذه على أساس تعرفوا إيش المطلوب منكم، إيش الناس الآخرين رفعوا، إيش الناس الآخرين سووا، تمام؟ نفس الشيء هذا، عندك about عن الفريق، عندك البروجكت، تمام؟ عندك هنا الرابط، مطلوب منكم تعملوا رابط مثل هذا، يعني تختاروا مكان وتحطوا فيه الرابط، والرابط يقدر اي حد يفتحه من اي مكان، تمام؟ وعندك الفاينل بروجكت، وعندك بروجكت ديتيلز، تمام؟ فهذه هي الاشياء اللي مطلوب منكم تعملوها. نرجع شوية حال الباوربوينت. كيف ممكن الرابط؟ نعم كيف ممكن نعمل له الرابط؟ الرابط هذا أنت حر وين ما تعمله، يعني تعمله في جوجل درايف يمشي، تعمله كوبي بيست بعدين، لأن الآن هو ما فاضي، يعني الخاصية ما موجودة، لكن لاحقا من يكون يبدي الهاكاثون في الانطلاقة يكون يعني متاح لكم تعملوا الرابط. في الوقت الحالي
ممكن تعمل رابط، يعني رابط عمله في الجوجل درايف، تعمله في الون درايف، تعمله في أي مكان. أيوة، ومنحط فيه المشروع ما. يعني؟ أيوة. طيب ماشي. عندك معسكر التدريب الافتراضي تكلمنا عنه، عندنا ساعة الدعم الفني كانت كل اثنين الصباح من ساعة 11 إلى 12 ونص، غيرناها إلى المساء. عندنا هذا رابط الواتساب للدعم الفني، جميع المؤسسات موجودة معانا، وهنا ممكن هناك. الآن بنفتح النقاط، يعني الإجابة على أسئلتكم. أول شيء بجيب على الأسئلة الموجودة في الشات، تمام؟ ليش؟ على أساس أن نجاوب الأسئلة للجميع واحد واحد، يمكن في ناس أنا طوفتهم من البداية، تمام؟ ما أعرف أنا ليش ما ظاهر عندي ولا تمام. ما هي الفئة العمرية للتسجيل؟ متاح للجميع، تمام روان؟ الفئة العمرية متاحة للجميع. هل حد عنده سؤال؟ المجال مفتوح. محمد عندك سؤال؟ المجال مفتوح للأسئلة. هل عند أحد عنده سؤال؟ لأنه يعني حسب الوقت المخصص نحن خلصنا يعني. هل واضح؟ تفضلي. هن سؤالين بالصور اللي بعتنا إياهم. أولا شكرا على التفسير وعلى الشرح المفصل، بس كنت حابة أتأكد أنه شو هن العشرين تشالنج اللي كان محطوط بالبوستر، من وين فيني دقيقاً؟ ما فهمتك زين أستاذة. في بوستر كنت بعتنا إياه بالإيميل أنه في 20 تشالنجز، نعم، to choose between them. نعم. طيب وين إنهم؟ هذه تروحي على الموقع الإلكتروني، واضح؟ أنا عارض عليكم، واضح العرض؟ شايفة نعم. هذا الموقع الإلكتروني، هذا الموقع الإلكتروني اللي هو اسمه space-apps-challenge.org. أوكي. واضح؟ واضح. تروحي بعدها على explore the hackathon، روحي على challenge 2024 challenges. اوكي، هذه التحديات. اوكي، التحدي مثل ما قلت سابقا انه هذا مختصر التحدي، هذا السماري، بعد التفاصيل ما نزلت. التفاصيل تنزل تاريخ 12/9. 12/9، أوكي. بس التلاميذ لازم تنقي واحدة من هول التشالنجز، صح؟ أيوة، لازم تختار واحد من هذه التشالنجز. أوكي، أوكي. ده topic. وبعدين كانت قايلنا في عفواً في ريبورت لازم نسلمه إنه كفكرة أولية للبروجكت قبل الديدلاين 22 سبتمبر. بس أنا قديش لازم يكون حجمه؟ شو الفورمات تاعه؟ نفس الشيء. شوف عندك إن شاء الله تعالى بتحصل نموذج الاستمارة موجود في الموقع الإلكتروني اللي هو إبرة، يوتاس إبرة. هذا يلا. هذا الموقع بتحصل على، تروح على resources. واضح؟ هذا اسم الموقع، بعدين تروح على resources بتحصل على download، بتحصل على استمارة المشروع للفرز المبدئي. هلا أنا بذكر لما فقست على هاي طلبوا مني log in. أنا أكيد
شرحت لكم قبل شوية كيف تعمل اليوزر أكاونت هنا. لا لا أنا بس أنه ضروري يكون في يوزر أكاونت أنه إذا حابة أنه شوف الريسورس قبل. يعني إجباري الريجستريشن قبل ما شوف الداونلود فايل. على أساس أنه نحن نتأكد أنك كنت مسجلة معانا له. لكنه هو ما معقد. كامل الموضوع مش معقد. اللي هي أهم شيء الفكرة. دائما يعني نكون عندكم. ما شاء الله عنك أنت فصلنا مضبوط الريجستريشن بس أنا قصدي إنه إجباري لأن هنقدر نحصل على الفايل. أوكي بس أخذت فكرة يكون 400 words تقريبا كأيديا وأكيد ما فيها لا ديمو ولا إنه كود أو شيء معين وإجباري يكون في كود؟ لا تعتمد حسب المشروع حسب فكرة المشروع. مرة ثانية بنرجع على التحدي. التحدي هو اللي يحكم ايش الحل معنا. يعني انا ما اقدر اجاوب عليك الى اجباري. شوفي مثلا هذا your challenge is to design such a world and it is reversible then. يعني تعتمد حسب التحدي ما اقدر انا احكم. يعني المشارك هو يقرا التحديات وهو يعني يقدم الحل المناسب. ممكن سؤال شكرا جزيلا كلك سؤال تفضل استاذي ايوه بس ممكن تعيد كيف يمكن تسليم المشروع اخر مره تسليم المشروع شوف عندنا نحن المشروع المبدئي أيوة. تروح على موقع الجامعه تمام هنا تمام ايوه بنعيد مره ثانيه هذا موقع الجامعه اللي مفترض أن تعمل فيه الريجستريشن. في عندك هنا حاجة اسمها ريسورسز. تروح على الريسورسز. بتنزل الملف. هذا الملف. أيوه. هذا الملف قابل للتحديث. يعني نحن بنحدثه لما تنزل تفاصيل التحديات. بس أيوه. بتحصلوا هنا. يعني. أيوه بتلاقيوه هنا. لأن في الوقت الحالي نحن يعني التفاصيل ما نزلت. فهذا للعام أيوه. الماضي. العام الفايت ايوه تمام. فلما تنزل التحديات الجديده بنحدث هذا بناء على التحديات الجديده لكن بتحصلوه أيوة. هنا في نفس المكان ماشي من هون يعني بحط المشروع لا من هنا تنزل شكرا. الملف من هنا تنزل الملف أيوة. وبعدين ترسل لنا اياه هذا للمشروع المبدئي بنخبركم نحن لاحقا كيف ايوه تخبرونا لاحقا كيف ارسلكم اياه ايوه ايوه لازم قبل 22 بالشهر تاريخ 13/9 بنخبركم تمام تمام ما في سلام تمام ايوه اي سؤال اضافي تمام السلام عليكم استاذي عليكم السلام ورحمه الله استاذ تسجيل متاح الى اي وقت التسجيل متاح إلى تاريخ 22/9 عندنا هذا البرنامج تمام التسجيل إلى 22/9 واضح 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 استاذ اي حد عنده استفسار ثاني شكرا جزيلا لكم ما شفت شاشات كأنه في سؤال هل يجب القدوم لبدية من اجل المعسكر التدريبي لا هبه ما لازم الحضور في بدية على أساس المعسكر التدريبي المعسكر التدريبي أونلاين كل حد ممكن يشارك في المعسكر التدريبي لأنه هو أونلاين تمام المعسكر هي بدية
فيها الهاكاثون حضوري، يعني مش حضوري للفرق اللي بتفوز. هل ممكن لحظة شوي شوي لحظة، ما أعرف أنا ليش ما أقدر أروح فؤاد. احنا نقاوم شوي شوي على أساس لحظة أستاذي. نعم، لو كنا مشاركين سابقا ببحث يعني قبل سنة أو سنتين، هل ممكن نعيد هذا البحث مرة ثانية؟ إذا يتناسب مع أحد التحديات ممكن، إذا يتناسب لأن التحديات تغيرت، العام الماضي كان 30، هذه السنة 20، هل يتناسب هذا البحث مع أو هذا الحل مع التحديات؟ أنا ما أقدر أجاوبك. أنت يعني عادي مشارك. أيوة، إذا يتناسب ممكن. فهم علي؟ ما يعتبر إذا يتناسب، أنا أعيد وأكرر، إذا يتناسب. نعم، واضح. الجوائز اللي بتقدم للفرق الفائزة على المستوى المحلي جائزة نقدية، تمام؟ اللي بتفوز على المستوى العالمي بيكون في لهم رحلة إلى وكالة ناسا للفضاء هذه السنة. هل ممكن رابط الجروب؟ رابط الجروب يا الحبيب، ولا من ما أعرف، استغفر الله، من رابط الجروب ما أعرف طبعاً، أنا يمكن لك رابط الجروب، هذا رابط الجروب، أعمل سكان أو صورة لأنه هو موجود في العرض مالكم اللي مرسول. تمام، خلصنا. تمام، السؤال الثاني طبعا خلاص. استاذ سمعت نعم. الباركود عشان تدخل الجروب زين، هذا تعمل، قدرت تصوره وتعمل له سكان. في سؤال، هل ممكن يتكون الفريق من اولياء الامور والطلبه؟ نعم ممكن يتكون، لكن بعدين بنعلن ان المدرسه هي اللي فايزه. اذا يوم يفوزوا بنقول ان المدرسه الفلانيه مثلا هي اللي فايزه. واضح؟ هل هاكاثون مستمر لليومين 5 و6 بدون بريك؟ نعم، 5 و6 بدون بريك. تمام، لازم نسجل التحدي في موقع ناسا وبعدها موقع إبراء؟ نعم لازم. هل يجب القدوم؟ خلصنا هذا. أنا سويت كل الخطوات بس للحين ما ظهر اسمي. أبرار بنشوف المشكلة وبنرد عليك، إذا ترسلي لي في الواتساب بيكون جيد. مرحبا أستاذ حبيب. نعم، تفضل سالي. عذرا على المقاطعة بس. أستاذي نفس الشيء، احنا عملنا جميع الخطوات وظهر الاسم. طبعا قبل أمس رسلتوا لنا إيميل لأنه تأكيد المشاركة أو شيء. نعم. بغيت استفسر في حاجه، في شيء خطوات اضافيه. انا سجلت في الموقع الناس الرسمي، سجلت في موقع الخاص بالتقنيه، اخترت التحدي، اخترنا التحدي وكوننا الفريق وكل شيء. خلاص الحين مفترض انكم تستعدوا وتجهزوا نفسكم للحل. ايوه، في كنت تشرح انت خطوات اللي هو اختيار قائد الفريق،
اختيار اسم الفريق هذه ما خلاص الحين تجاوزت هذه المرحله تتجاوزوا لانكم اذا شكلت الفريق لازم اصلا تكون اخترت رئيس الفريق ما يستوي ما ممكن تشكل فريق بدون ما تختار الرئيس بالفعل صحيح صحيح شكرا اي حد سوى الخطوات وما ظهر اسمه لانه عاده نحن لازم نعتمد الاسماء تمام يعني في هذا موقع ابره هذا موقع عبره تمام اللي يسجل نحن لازم نعتمد الاسماء وبعض الاحيان ما لازم على طول نحن يعني انت سجلت ذيك الساعه على طول يظهر اسمك ذيك الساعه ليش لانه يعني ممكن نحن ما جالسين على الجهاز يعني مثلا مشغولين وشغالين اشياء ثانيه فبناخذ وقت لنعتمدها تمام فما لازم على طول لان سجلته لازم يعتمد واضحه النقطه هل عنده أي سؤال آخر؟ أتمنى أني جاوبت المعسكر التدريبي أونلاين نعم المعسكر التدريبي أونلاين تمام كيف تريد يكون الحل إذا اخترنا أحد التحديات تكون فكرة وبيكون في نموذج للحل ونفس الشيء مثل ما قلت لكم زور المواقع اللي أرسلت لكم إياها هنا تمام وشوفوا الناس كيف سووا الحلول مالهم كيف رفعوهن كيف سووهن فهو مطلوب فكرة توقيت معسكر تدريبي إن شاء الله تعالى رايحين نعلم بس بيكون المساء من الساعة 4 وفوق المساء من الساعة 4 وفوق بحيث أنه اللي عنده مدرسة يكون رجع من المدرسة اللي عنده دوام يكون رجع من الدوام وكل شيء إذن نشكر لكم حضوركم ونتمنى لكم كل التوفيق والله يسهل أموركم يا رب ونتمنى نشوفكم في بداية في هاكاثون ناسا ونتمنى لكم كل التوفيق وبأن تصلوا للعالمية إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا في أمان الله أحفظكم الله ورعاكم أقبل الله منكم في أمان الله شكرا 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 أستاذ شكرا محمد علينا نشوفك إنزين محمد العريمي من وين أنت محمد أستاذ منصور منصور بارك الله فيك شكرا جزيلا في أمان الله Goodbye Good night شكرا أستاذ جزاك الله